مش كفاياكي وقفه الشباك دي؟ لقوا بسم الله ما شاء الله جابونيز. ابوكي مش قالك بدل المره الف ما تقفيش في الشباك والا هيطين عشتك؟ يا دنيلي عليا وعلى اللي جابني بدري، خلوني اقعدي هنا وتلقاحي واسمعيني عادل. شوفي يا بت، اما اقول لك انت قطعتي قلبي حرام عليك. كفايه عليك يا بت، كفايه البلوه السوداء اللي عملتيها في ابوكي وكان هيولع فيك. يا بت تلمي، يا بت عيب، يا بت كلام الناس كتر وجوزك في السجن. اهو ديكي قلتيها، جوزك في السجن وانا تعبت وعايزه اتطلق. نعم يا روح امك. ايه عادي ما فيهاش حاجه، هتطلق للضرر اللي فيها. لا ما فيهاش، بس ابوكي طلب منك كذا مره انه يطلعك منه وانت اللي كنت بترفضي. ممكن افهم بقى ايه اللي اتغير؟ اهو انا بتغير كده وخلاص. وبعدين انا كنت ساعتها متخانقه مع ابويا ومعنده معاه، اقول له ازاي؟ مش لازم اقول له لا وانقطه؟ ومش هو اللي ساجن جوزي؟ اقول له ازاي يما؟ هتقولي له ولا اروح لمحامي يطلقني؟ خلاص على راحتك، بس اقطع دراعي من الحته دي. اما كنت يا بنت شايفالك شوفه وناوي على خراب بيتي. ليه يما؟ كل ما اكلمك تقولي لي ناويالي على هبابه. مش معقول هيهون عليكي يعني يما لما شباب يروح حضر وانا مستناه المخفي يطلع من السجن؟ يعني انا ماليش نفس اجيب لي عيل ولا اتنين واقعد اربي فيهم؟ يما حرام عليكي، ولا البيت ده اللي يموت فيه ويموت وكانه كلب خشب. كلب خشب؟ انت يا بنت بتجيبي الكلام ده منين؟ من بقي. هتقولي لي يطلقني ولا شوف لي اتنيل لي حته؟ لا يا اختي قولي له انت. هو انا استجرى اقول له ياكلني قلمين ولا يرمي عليا يمين طلاق؟ قولي له يا حبيبتي واستلقي وعدك منه لما كلامك ما يعجبوش. طب هقول له بالعند فيك، وان شاء الله حتى كلامي ما يعجبوش هتصرف. ما انا زهقت ياما وهقول جاي. انا هحرق يا دي، هحرق بضاعه في شارع عبد العزيز كله، وهحرق شارع عبد العزيز نفسه كمان. ايه ده بس يا عم؟ علام ما عملش حاجه تستاهل انك تزعل قوي كده. بقول لك العيال بتوعي شافوا العيال بتوعه طيارين بياخدوا الزباين يدخلوهم المحل بالعافيه. طب ما انت اول واحد عم بتعدي في السوق. الله، هو انت معايا ولا معاه؟ انا معاك بس بحاول افهم منك. علام محرم بضاعتي تدخل محله زي ما اكون ببيع مخدرات. يا سيدي لو يقدر يقف قدامنا يورينا نفسه. ما هو واقف لنا يا اخويا ومتلحم كمان. بيقول انا ماليش في الخبص ولعب العيال اللي بتعمله انت وانديل. انا وانت بنعمل لعبه يا انديل بصراحه. يبقى ما حدش مبوظ سمعتنا غيرك انت يا معفن. من النهارده بقى انت وعلام في جنب وانا لوحدي في جنب. ما تتكلمش وانت مولع كده. لا هتسمعني يا انديل، العيال الصغيره دي لو قبت براسها لفوق مش هنعرف ننزل رؤوسهم تاني تحت. وبعدين انتوا طالعين بموضه، قال الله وقال الرسول والدقن والسبحه والكلمتين الناعمين، واحنا كلمتنا واحده، احنا ما بنفاصلش. فهمني، حتى لو بضاعتنا ارخص من بضاعتهم برضه الكلمتين الحلوين دول لهم تم. طيب قول ها وبعدين؟ فين قلبك الحديد يا انديل؟ فين قلبك اللي كان بيسابق الشياطين؟ انت ناسي لما كنا بنجيب البضاعه المتهربه من بورسعيد ونغرق بها السوق ونرعب الدنيا كلها رعب؟ فين الكلام ده يا انديل؟ يا عم ما تلم لسانك بقى وتبرد عشان اعرف ارد عليك. خلاص، 500 حته اللي عندك في المخزن المضروبين اللي يصلحهم لك الواد زيزو، هم دول اللي مطمنينك وحاطين في بطنك بطيخه صيفي. الله، انت هتعيرني ولا ايه يا شرشابي؟ ما احنا دفنينه سوا. لا يا اخويا، انت دفنه لوحده. اهي تاهت ولقيناه. اللي هي ايه بقى؟ احنا بقى نمضي مع بعض. ننزل الواد زيزو يخلص كل الغسالات دي. هننزلها بسعر في السوق مش ممكن حد ينافسه، ما احنا مهما نزلنا في السعر برضه كسبانين، نحرق شارع عبد العزيز كله. طب بقول لك ايه بقى؟ الواد اللي انت بتتكلم عليه ده انا مش لاقيه، عمل خمس حتت واختفى. انت مجنون ولا ايه؟ ايه اللي بعليه الدنيا؟ ابعت هاته من حضن امه. فين يا انديل انت؟ الصعبط ولا ايه؟